نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية، أهلا ومرحبا بكم. ناقش محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبدة شريف مستجدات الأوضاع في المحافظة والساحة الوطنية، واستعرض اللقاء الذي جرى على عبر تقنية الاتصال المرئي استعرض التحديات المستجدة جراء إعصار تيغ الذي ضرب محافظتي حضرموت والمهرة مؤخرا، وأكد استيعاب حضرموت للنازحين من مختلف المحافظات واللاجئين من القرن الأفريقي وجهود السلطة المحلية في توفير الخدمات لهم وللمواطنين، وكذا جهود إحلال السلام وإحياء العملية السياسية والدور المطلوب من المجتمع الدولي إزاء ذلك. وأطلع محافظ حضرموت خلال اللقاء سفيرة المملكة المتحدة على الأوضاع العامة في حضرموت، مشيرا إلى ما تتحمله المحافظة من أعباء مالية نتيجة التزامها بتوفير الخدمات الضرورية والظروف الاقتصادية الصعبة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية موقف بلادها الداعم للشرعية في بلادنا والحرص على مواصلة جهود إحلال السلام، مثمنة جهود محافظ حضرموت في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام والقانون. استعرضت لجنة فتح المظاريف بمحافظة شبوة في اجتماع لها برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الرب هشلة وحضور وكيل المحافظة أحمد الدغاري، استعرضت العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروع مبنى كلية الطب البشري بجامعة شبوة والذي سيتم تنفيذه بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وخلال الاجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة على أهمية المشروع الذي يعتبر النواة الأولى لمشروع المدينة الجامعية بالمحافظة، داعيا الجهات التي سيرسو عليها عطاء تنفيذ المشروع إلى الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية وسرعة إنجازه خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك. تحت شعار من أرض سبأ العزة إلى مقاومة غزة، أقيمت بمدينة مأرب أمسية شعرية وخطابية تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني. تفاصيل في سياق هذا التقرير. بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى وكبار سياسيين ورجال الفكر والثقافة، شهدت صالة ملوك سبأ أمسية خطابية وشعرية تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني ووقوفه الصامد في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق الإنسانية في تاريخ البشرية. هذه الأمسية المباركة تضامنا مع إخواننا في غزة خصوصا وفي فلسطين عموما الذين يتعرضون لأشرس هجمة إبادة عرفها التاريخ، حصدت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ واستباحت حرم كل حرمة من دور عبادة مساجد أو كنائس ومدارس وجامعات ومستشفيات. وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن عبد الله الشيخ قال ما يحدث في قطاع غزة وأرض فلسطين إبادة جماعية وجرائم بحق الإنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيل في ظل صمت من يدعون الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان. والعالم الإسلامي ينظر إليهم ولا يملك الغيور فيهم إلا الدعاء، أما أولئك الذين بيدهم القدرة، بيدهم المال، بيدهم القوة، بيدهم الجيش، بيدهم الأمن، هؤلاء لم يحركوا ساكنا. كبار شعراء عبروا عن عظمة ومكانة المقاومة الفلسطينية في قلوب اليمنيين وتناولت الصمود الأسطورية لأبطال غزة في وجه العدو الصهيوني. ومكة والمدينة قال أحب المسجد الأقصى وكل أحبابها أحبابي وحبي حب صادق ليس مثل الحوثي الكذاب، ومكة والمدينة وأهلها وأصحابها أصحابي وكل المسلمين أخوة وكل المسلمين أصحاب، قولوا للقاهرة ودبي ما قدر تمسك أعصابي وبعد اليوم بعلنها يكفيني، قال يكفيني حريق أعصاب. ويوفق شعوب المجتمع إلى ما فيه الخير والسداد، ويا رب يا من قوتك تعلى على قوة هل الباطل والاستبداد، انزل على الجيش جيش اليهود المعتدي صيحة مثل صيحة ثمود وعاد.
يا رب يا من قوتك تعلى على قوة هل الباطل والاستبداد، انزل على جيش اليهود المعتدي صيحة مثل صيحة ثمود وعاد. أرأيتم القسام في أرضه؟ ما أحسن القسام ما أجمله، ما أحسن القسام ما أجمله. يد بها شرع، بها منهج، يد بها سيف، بها قنبلة. قد أخذوا الإسلام لم ينقصوا منه ومن أحكامه خردلة. أخجلتني عندما قالت سوف أدنو لست عنك الأجنبية، يا محب الفلس والطين إني فلسطين الأبية. أتى الطوفان والعالم بكله من دهش مبهور، يرى المشهد وكأنه لا يصدق ما ترى انظاره، ولا تقدر تصف نار الحماسة في دم الجمهور وهم يتمنوا أنهم بين جيش القدس وحراره. متى نغضب متى الحدث التضامن الكبير، تعبير صادق نابع من وجدان الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف الصادق مع أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب. افتتح وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان مدرسة الشيخ سالم بن سعيد الجابري للتعليم الأساسي للبنات بمنطقة الغرب في مديرية التريم، التي تم بناؤها على نفقة الجابري بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون ريال سعودي. وأضاف شرمان ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت محمد فلهوم في مرافق المدرسة التي تتكون من دورين وتشمل 18 فصلا دراسيا مع ملحقاتها. أكد وكيل المحافظة أهمية المشروع في التخفيف من الازدحام وتهيئة مناخ ملائم لخلق بيئة تعليمية معززة لتعليم الفتاة، مشيدا بدور رجال المال والأعمال ومساهمتهم الفاعلة في التنمية. في هذا الصباح الجميل قمنا بتدشين احتفال افتتاح مدرسة الشيخ سالم بن عميش الجابري جزاه الله ألف خير، ونشجع الأخوة التي لديهم إمكانية في العمل في مثل هذا المشاريع الحيوية لأبنائهم وأبناء المنطقة بشكل عام. نشكر كل من شارك في استقبالنا، وأيضا كل من شارك في هذا الصرح الضروري لهذه المنطقة، وهو خاص بالبنات من الصف الأول إلى التاسع. العناية بجيل المستقبل فهم الأساس. قمنا صباح هذا اليوم برفقة الأخ الحكم سالم يسلم بن شرمان وكيل المحافظة، والأخ أيضا المتصدق سالم الجابري، لافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد والممتاز، وفعلا هو حل مشكلة لنا في هذه المنطقة. ونحن نشكر كافة المتصدقين والمستثمرين الذين يقومون بدعم التربية والتعليم ودعم التعليم، وهم أيضا في كل مكان موجودين وفعلا يساعدونا ويساعدون مسألة التعليم. ونحن أيضا سنقوم حسب توجيهات الوكيل محاولة يعني سد النقص الموجود من أثاث ومعلمين وغيرها، ونتمنى للطلاب التوفيق والنجاح. نحن اليوم في افتتاح مدرسة الشيخ سالم سعيد الجابري في منطقة الغرف. هذا الحلم الذي كنا ننتظره من سنوات كثيرة جدا، الحمد لله اليوم يتحقق ويفتتحه الوكيل سالم شرمان. شكرا جزيلا للشيخ سالم سعيد على تمويله لهذا البناء وهذا الصرح التعليمي الذي سيستفيد منه أكثر من 700 طالبة، وهذا شيء كان يحلم به المنطقة ولكن اليوم أصبح حقيقة. فشكرا جزيلا للشيخ سالم بن سعيد الجابري على هذه العطوة للمنطقة، ونحن إن شاء الله في إدارة التربية والتعليم لن نقصر مع هذه المدرسة. فشكرا جزيلا للجميع.
دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي العمل بالنظام الإلكتروني الخاص بالمنشآت الصحية الخاصة بعموم مديريات محافظة عدن. وخلال التدشين أكد البيشي أهمية النظام الإلكتروني للمنشآت الصحية الخاصة، مشددا على ضرورة الالتزام والتفتيش وإصدار العقوبات الرادعة للمنشآت الصحية الخاصة المخالفة للقوانين، مشددا على الحصول على تراخيص مزاولة المهنة الصحية والعمل على تسهيل إجراءات المتابعة والالتزام بجودة الخدمات. وأشار البيشي إلى حرص مكتب الصحة والسكان بعدن على تطبيق استراتيجية النظام الإلكتروني للمنشآت الصحية الخاصة وربطها بالسلطة المحلية بالمحافظة لتحقيق سرعة إنجاز المعاملات وضبط جودة الخدمات. اختتمت بصندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية خاصة بإعداد القائد المؤسسي المعتمد التي نفذها الصندوق في إطار مشروع التقييم والتطوير المؤسسي المستمر بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية عند التخطيط لمشاريع صيانة الطرق. وفي فعالية الاختتام شدد رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس معين الماس على ضرورة النهوض بالعملية التطويرية في مجال صيانة الطرق واستلهام الأساليب الحديثة العالمية وعكسها على واقع المشاريع التنموية والخدمية لشبكة الطرق الوطنية، مشيرا إلى أن الدورة التي تستهدف مدراء عموم الإدارات وموظفي الصندوق أكدت استمرارية البحث عن كل ما هو جديد في ساحة إعادة تأهيل الطرق وصيانتها بدءا من إعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية حتى تنفيذها. بدأ سير العمل في تنفيذ مشروع تركيب العشب الصناعي لاستاد الشهيد معاوية باع زبر الرياضية الدولي بمدينة الحوطة بمحافظة لحج البالغة تكلفتها 500 مليون ريال يمني بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة. أوضح مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة خالد اليمان لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن عملية تركيب العشب الصناعي للملعب بعرض 65 مترا وطول 110 أمتار ستستمر شهرين متتاليين، وستشمل كذلك مرحلة إضافة رمل السيليكا على طبقة العشب وإضافة الحبيبات المطاطية فوق طبقة الرمل. وأشار إلى أن الملعب بعد الانتهاء من تركيب العشب الصناعي سيفتح أبوابه أمام الجماهير الرياضية والأندية الرسمية لمحافظة لحج وعددها 19 ناديا والمسابقات الوطنية والبطولات المختلفة. عقد مجلس إدارة معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة عميد المعهد رئيس المجلس الدكتور جمال مذيب لمناقشة القضايا المتصلة بخطة المعهد الدراسية والأكاديمية. استعرض الاجتماع نتائج خطة القبول والتسجيل للسنة الدراسية الجديدة والإعداد والتحضير للبدء في الدراسة في الدبلومات التخصصية في المساقات المقررة في الخطة الأكاديمية والتي تشمل دبلوم علوم الدم والصناعات الدوائية وطب الطوارئ والإسعافات والتمريض. سلمت مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة 15 متدربة في مدينة سيئون حقائب خياطة متكاملة تشمل مكائن وأدوات وقطع قماش متعددة للخياطة حديثة الصنع بدعم الحكومة الهولندية عبر منظمة إنترسوس الإنسانية، وذلك في ختام دورة خياطة استمرت 25 يوما ضمن مشروع تعزيز حماية المرأة في بلادنا الممول من الحكومة الهولندية. أوضح رئيس مؤسسة تنمية الطفل والمرأة أحمد بن عبيدون عن أن تنفيذ هذا النشاط التدريبي من قبل المؤسسة يؤكد أهمية تمكين المرأة في تحسين مستوى معيشتها ومساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشغولات اليدوية وأعمال الخياطة. من جانبها أوضحت منسقة أنشطة سبل العيش بمنظمة إنترسوس الإنسانية أهاري عبد الجبار أن دعم المتدربات بأعمال الخياطة يأتي ترجمة لتوجهات المنظمة في الأعمال الإنسانية التي تضمن العيش الكريم للمرأة في اليمن.
عقد المعهد الوطني الديمقراطي بمدينة المكلا ورشة عمل للتشبيك بين النساء للمساهمة في تشجيعهن للمشاركة السياسية في إطار الجلسة التوافقية ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان سياسية ومن حق المشاركة. وتناولت الورشة مقدمة عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة والاستراتيجيات الفعالة لمواجهتها والحماية السياسية من خلال الممارسة الحزبية وأهمية إدراك المرأة لموضوعات العنف وآليات مواجهة التحرش الإلكتروني والجسدي. كما تبنت الورشة تطوير خطة حملة إعلامية لتشجيع ومساندة النساء المشاركات في الحياة السياسية ومناصرة وجود قوانين واضحة وآليات عملية لحماية المرأة من العنف. ناقشت مديرة رياض الأطفال في مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين نعمة سالم مع مدير إذاعة هنا أبين عصام علي بحضور الإعلامي سنان بن نعم، ناقشت إمكانية إعداد برنامج إذاعي في الخارطة البرامجية القادمة للإذاعة تبرز المواهب المختلفة للأطفال. مدير الإذاعة من جانبه أبدى استعداده للتعاون مع إدارة رياض الأطفال بالمحافظة في إبراز المواهب للبراعم والأطفال وتخصيص برنامج إذاعي في الخارطة القادمة إسهاما من إذاعة هنا أبين في إبراز المواهب وتشجيعها. ختام الأخبار المحلية، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.